اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، ولسه مكملين معاكم الفقره الحواريه الثانيه في الاهلي الليله. يمكن قبل ما ابدا، يمكن انا ما كنتش موجود مع حضراتكم امبارح، لكن كان في حاله وفاه احد اللاعبين المصريين توفى امس. لكن انا يعني عايز انعي يعني علاء علي، واحد من نجوم نادي الزمالك، واكيد اللي انا اتشرفت ان انا اكون موجود معاه في سنه وحيده كان موجود فيها في النادي الاهلي. يعني ولد قمه في الاخلاق، قمه في الادب، قمه في الروح الرياضيه. بصراحه يعني ما سمعناش ابدا منه اي حاجه وحشه، على طول كان في حاله، على طول كان دايما بيعمل عليه في الملعب. علشان كده دايما لما يعني بنفقد احد اللعيبه المحترمين اكيد لازم نتكلم عليهم ونديهم حقهم، وبالتالي علاء يعني ندعي له ان ربنا يغفر له يا رب ويكون مثواه الفردوس الاعلى من الجنه. دي كانت بس يعني حاجة سريعة حابب ان انا ابدا بيها. بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020، اكيد طبعا زي ما حضراتكم شفتوا اداء منتخب مصر امبارح والتألق اللي ظهر بيه لاعبي منتخب مصر. الناس في الشارع مش بتتكلم على النتيجة، الناس في الشارع بتتكلم على الاداء والروح اللي منتخب مصر ادى بيه. الروح دايما هي اللي بتعوض كل الغيابات اللي موجودة. لو ما عندكش توفيق او ما عندكش حظ او حتى ما عندكش يعني نتيجة كويسة، الجهد اللي في الملعب اللي بتبذله في كل كوره وفي كل فرصه ممكن تتيح لك، اعتقد ان الموضوع بيكون فارق جدا جدا مع الجمهور اللي انا شايفه ان هو بقى يعني فاهم في كره القدم كويس جدا، وبقى عارف كويس، او ممكن كمان تقف معاه وتحلل معاه كل الماتشات ويقول لك كل صغيره وكبيره او كل شيء ايجابي او كل شيء سلبي. هتكلم طبعا في الموضوع ده اكتر مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عادل امين. ازيك يا فندم؟ اهلا كابتن عمر. ازي حضرتك؟ منور الله يخليك. منورك يا فندم. طبعا زي ما حضرتك تابعت وشفت اداء منتخب مصر، الجمهور المصري بيتكلم على الروح اللي ظهر بيها المنتخب الاولمبي المصري، وان الروح دي ما كانتش موجوده عند المنتخب الاول، او عوض الروح اللي كانت مفقوده في بطوله الامم الافريقيه للكبار وخروج منتخب مصر المبكر امام جنوب افريقيا. هو طبعا اهم ما يميز المنتخب الاولمبي هو الروح والاصرار، وده يمكن ظهر بصوره كبيره قوي في الماتش الاخير، ان فريق يحقق الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة. فريق كان بيبقى متأخر ويقدر يتعادل وياخد ثلاث نقط في نهاية المباراة. صح. أعتقد إن دوت يعني حاجة نفتخر بيها، بس المفروض نبني عليها. يعني مش ده نهاية المطاف، لا، المفروض بعد كده نبني عليها، بحيث إن إحنا هدفنا من الوصول للأولمبياد مش مجرد الوصول، إحنا مجرد الوصول ولازم ننافس على ميدالية. وأعتقد إن الخامات الموجودة في المنتخب لو أحسن إعدادها على مستوى علمي كويس، أعتقد نستطيع نحصل على ميدالية في أولمبياد طوكيو إن شاء الله. موضوع أنا حابب إن حضرتك تعلق عليه بقيمة حضرتك الكبيرة، وأكيد مصر بقيمتها أيضا الكبيرة جدا والعراقة اللي مصر موجودة فيها والتنظيم الجيد في البطولة دي والبطولة الأخيرة اللي كمان أول مرة تقام ب 24 منتخب. رأي حضرتك في مصر وتنظيم أكبر حدثين في تاريخ أفريقيا في أقل من 4 شهور بالإمكانيات اللي حضرتك شفتها واللي كل الجمهور القارة الأفريقية كله شافه، هل دي حاجة جديدة على مصر أو حاجة احنا لسه يعني لسه مش واخدين عليها، ولا مصر دائما وأبدا قادرة على هذا التنظيم؟ لا، هو على المستوى الأفريقي كنا احنا سباقين في البطولات اللي نزلناها قبل كده، اللي احنا بنعمل بطولة على أفضل مستوى من الناحية الأفريقية. الاختلاف اللي حصل في السنه ديت اللي انت بتعمل بطوله مش على مستوى افريقيا بقى، انت بتعمل بطوله على مستوى العالم. يمكن اول بطوله افريقيه، وده يمكن من حسن حظ احمد رئيس الاتحاد الافريقي، ان اول بطوله تتعمل في عهده من 24 بتستضيفها مصر، ودي يمكن كانت يعني بدايه بشره خير للبطولات الافريقيه، لان البطوله اللي اتعملت في على المستوى الكبار اعتقد ان من الصعب تتكرر على مستوى القاره الافريقيه. ووضعت يمكن الاتحاد الافريقي، انا بحس ان هي وضعته في مأزق، لان ما فيش دوله بالامكانيات اللي وفرتها مصر دوله افريقيه تقدر تنظم البطوله. يمكن ده هيبان واضح جامد في البطوله اللي جايه اللي في الكاميرون في 2021. اعتقد من الصعب ان يحصل بطوله. ليه؟ لان الامكانيات متواضعه جدا في الدوله الافريقيه من حيث الملاعب. انت عندك في بطوله مصر هنا كانت الملاعب التدريب على اعلى مستوى لا تقل على الملاعب اللي بتقام عليها الاستادات اللي بتقام عليها المباريات. دي نقطه مش هتلاقيها في كل الدول الافريقيه باستثناء جنوب افريقيا والمغرب. صح. بقيه الدول الافريقيه كلها الامكانيات متواضعه للغايه. الفنادق على مستوى متواضع،
ما عندهاش حتى قدرة ان هي تستعيب تستوعب 24 منتخب بجماهيره. اعتقد ان هتبقى في يمكن صعوبات او عقبات كبيره قدام الاتحاد الافريقي في البطولات اللي جايه اذا لم تتقدم دوله كبيره زي مصر تاني او جنوب افريقيا او المغرب باستضافه مثل هذه البطولات. حضرتك قلت المغرب، غياب الدول العربيه او غياب الدول الشمال افريقيه عن البطوله الحاليه، هل حضرتك تعتقد ان الكره الافريقيه هي اللي بقت على الساحه حاليا من قوه وسرعه وايضا مهاره، ولا الكره الشمال افريقيه محتاجه ان هي يعني يكون في عدد اكبر من المحترفين، يكون عندها وفره فنيه كبيره في الاجهزه الفنيه اللي موجوده، ولا غياب الكره الشمال افريقيه ممكن يكون لها معايير حضرتك تقول لي عليها؟ لا، يمكن في السن ده والمرحله دي بالذات في تفوق كبير من المنتخبات الافريقيه بالذات، لان الاحتراف عندهم بدري بالسن، الاحتراف في الوقت دوت بيبقى عددهم كبير جدا بره بيقدر، فغالبا المنتخبات الافريقيه بتبقى اقوى من المنتخبات العربيه في يمكن انت شفنا حتى الماتشين احنا لعبناهم قدام مالي والمغرب، ما اقدرش اقول لك ان احنا افضل منهم فنيا في الفرقتين دول، لكن احنا قدرنا نتفوق عليهم، يمكن عامل الجمهور، عامل الملعب، الروح والاصرار والحماس اللي موجود عند اللعيبه عندك، لكن في الفتره دي او في المرحله دي بالذات بيبقى الفنيات عاليه قوي عند اللاعب الافريقي بالذات. بعد كده تيجي بقى ناحيه التنميه او نقطه الخبره اللي هي ما بتبقاش موجوده قوي عند اللاعب الافريقي، بيتميز بيها اللاعب بتاع شمال افريقيا ازاي بيقدر ينمي نفسه كويس، يصلح من نفسه، طبعا عنده الاحتراف، ده غايه كبيره ان الاحتراف بتساعد على رفع مستوى الاجتماعي في بلده، فبيبقى النقطه دي عنده بيبقى مهمه جدا، فبتلاقي يعني اللاعب النضج عند اللاعب العربي في المرحله دي افضل كتير من فعشان كده بتلاقي المنتخبات الافريقيه العربيه الكبيره بتبقى افضل كتير من اغلب يمكن اغلب المنتخبات الافريقيه باستثناء اربع خمس دول الافريقيه اللي هي كوت ديفوار والكاميرون وغانا ونيجيريا وجنوب افريقيا. هل الجمهور يا فندم هو السبب في الروح القتاليه العاليه اللي موجوده عند منتخب الشباب؟ انا شايف ان الجمهور ليه دور كبير جدا في الوقت في الجيل دوت، يعني لان برضو يعني انا شايف يعني ان المكسب مش عايزين برضو نروح لبعيد، يعني نقول اللي احنا عندنا اللي احنا ماشيين على خطوات سليمه، لا المكسب حلو لكن لازم نبني، لازم نصلح، في عندنا اخطاء كتيره مش في الاداء في المنتخب، انا اتكلم تمام في السياسه العامه للكره المصريه في اخطاء كتيره، المفروض يعني لو عايزين نصلح او نوضب لازم نحط برنامج صح عشان نمشي صح، عشان ما يبقاش في عندنا ثغرات، جيل يطلع، احنا عندنا اجيال بسم الله ما شاء الله عندنا اجيال كويسه قوي، احنا لو بصيت للمنتخب الاولمبي السابق اللي كان ماسكه حسام البدري كان في عناصر كويسه قوي. ليه يا فندم ما صعدش؟ ليه دي تسال فيها الجهاز الفني، ما اسالش فيها اتحاد الكوره السابق، يعني اتحاد الكوره ما مسؤول في ايه؟ مسؤول في اختياراته لاعضاء الجهاز الفني للدعم اللي بيوفر الاعداد الجيد كل ده، لكن بعد كده طالما انت وافقت على كل الحاجات ديت وتوليت المسؤوليه يبقى انت المسؤول بعد كده فنيا قدام الجماهير وقدام الاتحاد. هل مدير فني قوي بامكانيات كابتن حسام البدري بتاريخه وبطولاته وتفوقه مع النادي الاهلي، هل يقدر يتعامل كان مع السن السابق للمنتخب الاولمبي؟ كانوا لسه منتخب شباب، ما كانوش عندهم الخبرات المطلوبه، حققوا بطوله افريقيا مع كابتن ربيع ياسين، كان عندهم بوتنشال او كان عندهم طاقه ايجابيه يقدر ان كابتن حسام يستفيد بيها في البطوله الافريقيه اللي ممكن من خلالها كان يصعد للمنتخب. انت جبت نقطه مهمه جدا ان الفريق كان نواه من العناصر بتاعت منتخب الشباب اللي كانت شاركت في بطوله العالم. هو كان كل منتخب شباب، يعني عندك البنيه الاساسيه اللي انت تبني عليها، محتاج ايه؟ محتاج فكرك انت والطريقه اللي انت بتحب اللي انت تلعب بيها عشان تقولها للعيبه، واعتقد ان اللعيب وصل منتخب اللعيب اللي في عمر منتخب الشباب يعني 19 20 سنه، اللعيب اللي مش هينضج في الفتره دي خلاص مش هتاخد منه حاجه. يعني ده قمه يعني بدايه النضج طول اللعيب ده فعلا هيكمل وده مش هيكمل. فتقدر تبني عليه، يعني تقدر تديله فكرك واسلوبك هيفهمه على طول، مش محتاج وقت. يعني في الفتره اللي انت عشان خاطر تعمل فريق جيد.
اعتقد ان كان الجهاز الفني ما قدرش يتواكب او يتفاهم مع اللعيبه بتاعته، ما قدرش يعرف افضل تشكيل او التشكيل المناسب اللي هو يقدر ياخد بيه. ترين ان احنا لو هتشوف البطوله اللي فاتت هتلاقي اضعف من البطوله دي كتير جدا، ولعبنا بالظبط ولعبنا فرق ضعيفه جدا واتغلبنا للاسف. يعني كان المنظر يعني بصراحه كان مش كويس خالص. يعني البطوله دي لحد ما معموله في مصر، ده مدينا باور اكتر، مدينا زي ما انت شايف حماس. لو كانت البطوله من غير جمهور كنا نلاقي الحماس من اللعيب؟ اعتقد لك ده كانت هتلاقي المستوى الفني قل بنسبه على الاقل مش 50%. الحماس والروح يا فندم بيغطوا على المستوى السيء؟ الحماس اكيد يعني أكيد. يعني روح اللاعب لو في الملعب بيجري وبيموت أكيد. نفسه وادائه الفني سيء. يعني عشان كده بتلاقي مثلا ايه في لعيبه كتير بتبقى المستوى الفني عندها قليل قوي، لكن عندهم طاقه وعلى المستوى البدني عاليه قوي، فبتلاقي اللعيب ده حتى لما تيجي تختار لازم تختاره رغم انهم كده فني قليل، لكن بيتغلب الحته دي بيتغلب الناحيه البدنيه على الناحيه الفنيه عنده. ممكن نقول بلغه الكوره عنده قلب، يعني بنقول عنده قلب يعني هو لا هو بيبقى شايف نفسه اللي هو لو ما عملش كده يبقى خلاص. ما دي الحاجه اللي بتميزه عن باقي زمايله، يعني فنيا هو مش عالي، يعني مش هيعمل لك لعبه، لا هو ممكن يطلع لك كوره يبوظ لك هجمه يساعد في بناء هجمه، لكن مش هيعمل لك يعني ايه الهجمه اللي هي تنتهي بجون. ممكن بعد كده بعد كتر استمراره في الملاعب بيتطور فنيا، وده عندنا امثله كتيره من لعيبه كتيره كانوا في مصر بالطريقه ديت وعمروا كتير في الملاعب. طيب انا يا فندم اصعب المدير الفني اللي يدرب شباب صغير ويصنع منهم جيل يفيد الكره المصريه، ولا المدير الفني اللي بيدرب منتخبات كبيره وفرق كبيره؟ لا المهمه بتبقى صعبه جدا. هو انا برضه مش عايز اربطها قوي كده. ليه؟ لان المدير الفني طالما عنده فكر عالي يقدر بيوظفه او بيخدمه من خلال الامكانيات اللي عنده اللي موجوده، ده بتحس ان هو كوتش كويس. يعني هو كوتش ايه؟ الكوتش ان هو بيفكر كويس، بيعرف ان بيعرف يقرا الملعب، بيعمل تغييرات مميزه، اختيارات للعيبه في المرحله دي. انا عايز ايه في المرحله دي من الماتش وعايز اعمل ايه، فده ممكن يخدمني ولا لا. دي فكر الكوتش. لكن المرحله السنيه بتبقى عايزه مدرب يقدر يتعامل مع اللعيبه بشكل ايه يعني في حنيه او في روح ابوه شويه، عشان تقدر تكسب اللعيبه وتقدر يسمعوا كلامك لازم تكسبهم من ناحيه، لازم يبقى في حب. ده يمكن مش موجود في المنتخب الاول او الكبار طبعا، لان الناحيه الكبار بقى بتبقى فيها ناحيه في نضوجه فني وبدني وفي ناحيه ماديه وفي حاجات كتيره يعني. طيب حضرتك في البدايه شفنا مباراه مالي، منتخب مصر كسب 1-0 لكن الاداء واحنا ما كناش راضيين عنه بالزبط. لكن اخذنا اللي احنا عايزينه من المباراه 3 نقاط، وسالنا قلنا الاداء ولا النتيجه، كله قال النتيجه بالنسبه لنا هي المهم، ممكن تعمل اداء جيد لكن في الاخر ما تاخدش ثلاث نقط يبقى عندك مشكله. رحنا مباراه غانا، اعتقد ان احنا هدف تاخرنا بهدف وتاخرنا بالتاني وعرفنا نعوض 1 و2 وكسبنا 3-2 منتخب غانا، منتخب احد ابطال العالم، وحضرتك عارف ان منتخب غانا حدث ولا حرج، متميزين جدا في الناشئين. فعايز اعرف راي حضرتك لو قيمت لي مباراه مالي وبعديها مباراه غانا، راي حضرتك الفني. لا يعني على المستوى الفني في مباراه غانا احنا ما كناش كويسين يعني، بس قدرنا مالي ولا غانا في مالي، اول مباراه الافتتاح قدرنا نجيب هدف في البدايه، يمكن ده ساعدنا ورفع من الروح المعنويه شويه، بس كحمد بدايات مباراه الافتتاح والحاجات ورهبه البطوله لسه الحاجات دي ممكن نحطها في الاعتبار مع لعيبه لسه، يمكن في بعض لعيبه منهم اول مره يلعبوا قدام جماهير في اول مره يلعبوا يمكن في استاد القاهره، فدي كل الحاجات دي نحطها في الاعتبار. لكن زي ما حضرتك قلت ان الاهم في الموضوع ده كله ان انت تخرج بثلاثه بونت وده اللي حققته. هتيجي المباراه الثانيه فيها ايجابيات كتيره، ايجابيات اللي انت بتقدر المباراه بتروح منك وبتقدر ترجع ليها تاني وفي فترات صعبه ومع خصم قوي عنيد يعني مش سهل، فدي اجابات يعني من الحاجات اللي هي اللي تسعدك في المباراه، اللي انت عندك فرقه بتقدر عندك، بس برضه انت عندك عناصر تقيله خلي بالك، يعني انت عندك عناصر يمكن قوامها هتلاقيها في المنتخب الاول
في الفتره اللي جايه وبصوره اساسيه. عندك مصطفى محمد، عندك رمضان صبحي، عندك الباك ليفت كريم العراقي برضه، في فتوح وفي احمد فتوح في الباك ليفت والباك رايت العراقي. فيعني عندك عناصر تقيله في الملعب، فيمكن دوت ساعدك اللي انت ترجع للمباراه مع خبرتهم برضه مع انديتهم، قدرت ترجع للمباراه في صوره وتحقق الفوز في النهايه. ده يمكن لما بتحقق الفوز في النهايه ده بيبقى ليه فرحه كبيره قوي يعني. يعني المباراه بتحس ان هي كانت رايحه منك وبتقدر تجيب المكسب ده في الدقائق الاخيره، ده بتحس ان انت عندك مجموعه من اللعيبه رجاله يقدر يعتمد عليهم، وان شاء الله بس نكمل على هذا المستوى ويكون فكرنا اكبر من التاهل زي ما قلت لحضرتك للاولمبياد. يعني مش عايز اخش في تفاصيل فنيه قوي في خطه الكابتن شوقي غريب، لكن عايز اسالك سؤال كده يعني من بره، هل ممكن الكابتن شوقي غريب يستغل صلاح محسن احسن من كده ويسخر امكانياته للفريق ولنفسه وياخد منه مردود مختلف عن اللي قدمه في اللقاءين؟ انا عارف ان الموضوع فني بحت وان هو صلاح محسن ان هو ممكن ما يكونش موجود في المكان اللي بيحبه، لكن صلاح محسن لاعب كبير عنده امكانيات كبيره، ازاي كابتن شوقي المباراه اللي جايه ممكن على الاقل يديله حته كده دفعه معنويه صغيره ايجابيه ويحاول ان هو يعني هل بقى هيريحه وهل هيدفع بيه؟ دي حاجه اكيد ترجع له، لكن ازاي كابتن شوقي يستغل صلاح محسن لصالح منتخب مصر ويرجعه تاني صلاح محسن اللي احنا كلنا عارفينه؟ طيب انا هبدا من النقطه الاخيره. لا ليه؟ اللي صلاح محسن احنا عارفين امكانياته صح. كبيره قد ايه، وواحد من افضل اللعيبه اللي ظهرت في السنوات الاخيره، بس في الفتره الاخيره اصبح صلاح محسن غير مقنع لينا. يعني ليه؟ لان احنا عارفين الامكانيات اللي عند صلاح محسن قد ايه. اللي بيوزل اللي بيقدمه في الملعب ما يجيش 10% من امكانيات محمد صلاح محسن صح. فلازم اللي يساعد نفسه قبل ما نقول حسام بقى شوقي غريب، لا نتكلم على صلاح محسن، هو لازم يساعد نفسه بصوره اكتر من كده، لازم يدي مجهود اكتر من كده. زي ما تقول من ناحيه لو حتى الكره ما عندك وانت عملت مجهود كبير فيها او عملت مجهود بدني، اكيد ان ربنا يوفقك في الاخر. انا شايف ان العيب في النقطه دي عند صلاح محسن، عند صلاح محسن، عند صلاح محسن. المفروض صلاح محسن يبص لنفسه شويه ويبقى يحط لنفسه مكانه اكبر من كده بكتير، لان هو امكانياته، وانا بقول لك امكانياته على مستوى مصر تحط ان صلاح محسن في مكانه كبيره وعاليه في الكره المصريه. فهو العيب في صلاح محسن، ولازم صلاح محسن يعرف كده كويس قوي، ولازم يصلح من نفسه قبل ما شوقي غريب يحطه في المكان ده او المكان ده. طيب انا عايز اروح مع حضرتك للمجموعه الثانيه سريعا، وعايز اقول لحضرتك النتائج. يمكن جنوب افريقيا بتفوز على منتخب كوت ديفوار وبتتصدر المجموعه الثانيه باربع نقاط، ومنتخب نيجيريا بيفوز على منتخب زامبيا 3-1، والمجموعه بتبقى كالتالي: جنوب افريقيا في المركز الاول 4 نقاط، نيجيريا في المركز الثاني 3 نقاط، كوت ديفوار في المركز الثالث 3 نقاط، واخيرا منتخب زامبيا في المركز الرابع بنقطه واحده. يعني شايف حضرتك المجموعه الثانيه اصعب من مجموعه مصر، ولا مجموعه مصر بالاسامي اللي موجوده بيخليها صعبه؟ لا هي مش هقدر نقول صعبه. لا يمكن انا عايز اقول لك ان المجموعتين برضو الى حد ما فيها متكافؤ، بس اللي صعب المجموعه الثانيه دلوقتي ان كل الفرق في قبل الجوله الاخيره محدش عارف مين صعد ومين ما صعدش. يعني في ممكن فرقه تصعد وممكن تخرج. انت يمكن النتائج خدمتك في المجموعه الاولى، فبعدت منتخب مالي، رغم ان منتخب مالي على فكره من اقوى المنتخبات الافريقيه في المرحله دي، ويمكن تملي كان بيطلع لعيبه عاليه قوي، يعني برضه خروجه حقق نتيجه ايجابيه في كاس العالم الشباب اكيد الحقيقة. لا منتخب يعني مالي عندها يعني خامات عاليه قوي، بس ما للاسف في الاخر ما بيقدروش يكملوا، ما تعرفش يعني برضه التربه او المناخ عندهم ما بيساعدش اللاعب على النضوج على المستوى الدولي في سن الكبير. نرجع تاني للمجموعه الثانيه، ان الظروف او النتائج المجموعه الثانيه خلتها صعبه جدا. انت تشوف تبص لو انت تشوف انت ايه الفرقه المناسبه اللي انت تلعبها من المجموعه الثانيه او تحس براحه بال فيها كده. اعتقد ان يعني انا فندم عايز اقول لك اصلا يعني انا بكتب دلوقتي النتائج والنقاط، الماتش اللي جاي ماتش صعب جدا، نيجيريا عندها 3 نقاط ضد جنوب افريقيا 4 نقاط. طيب يعني فجنوب افريقيا عايزه تكسب وجنوب ونيجيريا عايزه تكسب تتعادل. يعني انا جنوب افريقيا عندها حلين، يا اما تتعادل يا اما تكسب، بس التعادل
في حاله فوز كوت ديفوار على زامبيا يصلحها ثاني مجموعه بالظبط كده. وبالتالي حضرتك الحسابات فيها معقده جدا، كل واحد بيفكر مكسب فقط لا غير. في الحاله دي مش بتفكر انت تطلع اول او ثاني بالظبط، انت في المجموعه دي بتفكر ان انت تاخد الثلاثه بونت عشان تضمن مكان ليك ضمن الاربعه الكبار. ده اللي انا بتكلم فيه في المربع بالظبط كده. يعني احنا في ثلاث فرق ممكن نلعبهم. ممكن نلعب نيجيريا، ممكن نلعب كوت ديفوار، ممكن نلعب جنوب افريقيا، ممكن تلعب زامبيا كمان. يعني ممكن نلعب زامبيا بس انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على نتائج ان زامبيا حققت نتائج يعني سلبيه لحد دلوقتي في البطوله، لكن نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا اعتقد ان هم حققوا نتائج ايجابيه. جنوب افريقيا احنا لعبناها قبل البطوله باسبوع، اعتقد انها منتخب محترم جدا بالظبط. فبالنسبه لنا زي ما حضرتك سالتني ايه الانسب اللي احنا نلعبه كلهم اقوى من بعض، والبطل ما بيبصش على يلعب مين وما يلعبش مين، البطل مركز في هدف واحد. في الحاله دي لو انا ما كانش هو غريب ايوه ما بصش خالص للمجموعه الثانيه دلوقتي. انا ابتدي اشتغل مع لعيبتي واعرفهم اللي احنا لا يهمنا اللاعب نيجيريا ولا كوت ديفوار او جنوب افريقيا لان احنا بندور على لقب البطوله. صح. احنا البطل ما بيبصش هو يلعب مين، البطل عنده هدف واحد ان هو يكسب ويكمل مسيرته وخلاص. بعد كده لازم تكسب، يعني في المباريات بعد كده في الدور قبل النهائي لازم تكسب عشان تطلع النهائي، ولما تطلع النهائي هتضمن مكان في الاولمبياد وبعدين تلعب النهائي. احنا هدفنا البطوله لان البطوله على ملعبنا، مش معقوله نبقى منظمين بطولتين على اعلى مستوى، منتخب يخرج من دور ال 16 والمنتخب الثاني ما ياخدش البطوله. لا طيب. فلازم يبقى في هدف. يعني بطوله 2006 حضرتك اكيد فاكرها، كانت منظمه طبعًا على ارض مصر، كانت بطوله اكيد مميزه، لكن الجمهور المصري ما كانش متوقع ان منتخب مصر يفوز بالبطوله، لكن مباراه بعد المباراه طموحنا عالي اكيد، ومنتخب مصر فاز بالبطوله اكيد. هل حضرتك ده اللي ماشي مع المنتخب الاولمبي؟ ان في الاول كنا يعني اقل حاجه طالبنا ان المنتخب يصعد اولمبياد طوكيو 2020، لكن بالمستويات اللي المنتخب بيقدمها من مباراه لمباراه بقى عندنا طمع، وده طمع مشروع في الكوره طبعا وفي الرياضه ان احنا نفوز بالبطوله. هل ده فعلا حصل ولا احنا من الاول يعني عندنا يقين عندنا طموح ان المنتخب ده يحقق البطوله؟ يمكن يعني برضو يمكن الى حد كبير كلامك فيه شيء من الواقع، بس في 2006 يمكن اللي خلانا ما عندناش امل في البطوله قبل بدايتها ان كان في مشاكل عندنا من 2005، وكان في خرجنا من كاس العالم. صح. وجي كان كابتن حسن شحاته كمدير فني مؤقت. صح. الى ان نشوف مدير فني يقدر يخوض بطوله الامم الافريقيه، وبعدين جه دعم لكابتن حسن شحاته دعم رئاسي من جمال وعلاء مبارك، وده يمكن كان اداله باور جامد لحسن شحاته ان هو يشتغل، الى جانب ان هو كان معاه جيل اعتقد من الاجيال العظماء في الكره المصريه. صح. اللي مش هيتكرر تاني. فكان من السهل جدا في وجود خامات ومواهب في منتخب 2006 في الوقت دوت مع جمهور عظيم. كان في مكان في الملعب اكيد، ده انت تشوف الملعب باستاد القاهره لما تشوفه كان شكله يفرح، يعني كله ماكس كده باعلام مصر كلها. فاعتقد ان بعد مباراه والثانيه والثالثه خلاص ابتدينا ان احنا نحس ان احنا ما نقلش عن منتخبات كبيره زي الكاميرون ولا كوت ديفوار في الوقت دوت. يمكن شفنا حتى السيمي فاينل كانت السنغال شكلها ايه، وحققنا فوز يمكن بصعوبه كبيره بهدف عمرو زكي لو كنت فاكر في الوقت دوت. طبعا فيعني كانت احداث جميله الى حد ما الوقت دوت. بس انا برضو يعني انا ما كانش عندي طموح ان احنا مجرد اوصل الاولمبياد، انا بدل في بطوله بتقام على حضرتك يا استاذ عادل، طموح حضرتك الفوز ببطوله افريقيا لازم. لو انت ما عودتش لعيبتك على كده يبقى هيجيبوا الحاجات الاقل، طالما انت بتلعب على الاقل يبقى ممكن تخرج بره خالص. يبقى لا، ما تلعب على البطوله واوصل النهائي واخسر النهائي مش اشكال. أو أنا إيه حققت هدف يمكن 60 أو 70% من الهدف ووصلت النهائي. المنتخب أنا شايفه إن فرصته كبيرة، عنده عناصر خبرة كبيرة في الملعب يقدر يوظفها كويس قوي. أعتقد إن الدور اللي جاي بيقع على مسؤولية الجهاز الفني، بس عايز الجهاز الفني يمكن يعني برضو إيه يبقى أهدى من كده وأركز من كده، لأن برضو أنا شفت حاجات من بره يمكن بتحسسك ان يعني الجهاز وصلت. بس يعني فعشان كده عشان بقول لك يعني كابتن شوقي غريب تاريخه كبير
على المستوى الفني طب مش حاسس ان كابتن شوقي في يعني مشاعره وتعامله مع المباراه، هل ممكن نقول ان عليه ضغوطات كبيره علشان كده هو مشاعره كل مدير فني عليه ضغوط، وعلى مستوى مسؤوليه المدير الفني بيبقى على مستوى الضغوط بتاعته. كابتن شوقي غريب ماسك منتخب مصر عليه ضغوط من 100 مليون مصري، صح؟ لازم يكون على قد ما كنا الى حد ما، يعني خش على عايز تبقى فيه انفعالات خش في اوضه واغلقها واقفلها عليك، لان صورتك او بره بتنعكس على اداء اللعيبه داخل الملعب. تمام. لما يشوف الملعب اللاعب، عندنا اللاعب الكره ذكي، لما يبص في الملعب يلاقيه خايف هيتنقل الشعور دوت من المدرب للملعب للاعب جوه الملعب. فانت خسرت كده الفرقه. لكن في عز اصعب ده اللي بيفرق كوتش كبير صح. عن كوتش صغير. لما تلاقي كوتش في عز المواقف الصعبه واقف على رجليه ثابته في الملعب رغم ان هو عارف صعوبه المهم، لكن هو مش عايز يبين ينقل الاحساس ده للعيبته، فبتلاقي المدرب بتاعك واقف على رجلين ثابته من بره بتموت نفسك، بيديك حاله من الروح بتعوض فيها لو كنت انت متاخر او اي حاجه عشان خاطر تحقق الهدف. فدي يعني دي حاجه مهمه جدا اعتقد، وكابتن شاو عارف الموضوع ده كويس قوي. مباراه الكاميرون طبعا الجهاز الفني او كل وسائل الاعلام وكل النقاد وكل الصحفيين وكل الرياضيين بيتكلموا في نقطه انا شايف ان في ان هي عكسها، ان هو منتخب مصر المباراه اللي جايه ممكن بنسبه كبيره يريح بعض العناصر الاساسيه ويلعب الولاد اللي هم ما خدوش فرص في المباراه الاولى والمباراه الثانيه. بس عليك احنا في حته مش واخدين بالنا منها، ان الكاميرون عندها فرصه انها تصعد اول مجموعه، ان هي لو فازت على منتخب مصر هيبقى عندها 7 نقاط. كابتن شوقي بين نارين، هل هيكمل باللعيبه هم ويلعب على الفوز او يلعب على التعادل علشان منتخب مصر يصعد اول مجموعه، وبالتالي يعني مسج او رساله قويه للمجموعه الثانيه؟ انا بختلف معاك في كلامك ده. طيب ليه؟ حلو قوي الكلام ده. هو مش ما فيش حاجه بين نارين. بين نارين ليه؟ انت عندك انت الماتش انت ضمنت التاهل، تمام، دي حاجه كويسه. عندك حتى لو ريحت عناصر فانت بتعمل التشكيل بتاعك اللي انت تكسب المباراه، تمام، بغض النظر عن انت بتلاعب الكاميرون، تمام، بتلاعب بتسوانا، بتلاعب البرازيل، انت بتحط التشكيل بتاعك اللي انت تكسب المباراه دي. عندك لعيب حاسه ان هو بدنيا هيقع منك في السيمي فاينل، ده ممكن تسحبه، تمام، وتريحه، تمام. عندك لعيب مش هتفرق معاه ولعيب من العناصر المؤثره، ما تدفعله وتديله، يعني ما تبعدوش عن الملعب، لان لعيب الكوره برده في البطوله كل ما بياخد كل ما مستواه يزيد، كل ما بتديله. لكن لو اللعيب انت شايفه في اصابه عنده، خايف من ناحيه الاصابه، خايف من ناحيه اجهاد، فبتحط اللاعب اللي يقدر يعمل او يقدم لك على الاقل 70 80% من مستوى اللعيب الاساسي. فدوت وانت لاعب منتخب مصر انت واخد قائمه احسن لعيبه مصر عندك في الوقت دوت، فما تحط ما تشيل سين وتحط صاد كلهم زي الفرق بعض. يعني المفروض لو فرق جامد قوي يبقى انت مختار غلط، واخد بالك؟ لو انت عندك تغييرات زي ما انت بتقول، كنا بنتكلم على صلاح محسن، صح، عندك تغييرات جوه التشكيل الاساسي بتاعك، ممكن تجيب واحد من اليمين تحطه في الشمال، تجيبه من الدفاع تحطه في الهجوم، تعمل فكر جديد بحيث ان هو التشكيل او العمود الاساسي بتاع الفريق ما يتهزش. طيب حضرتك دلوقتي لو فكرنا مع بعض، مين من العناصر اللي حضرتك شايف ان هي ممكن ترتاح المباراه اللي جايه علشان ما تقعش منك في الدور قبل النهائي؟ يعني ممكن في اسمين ثلاثه، هل ممكن يبقى 4 اسامي؟ لا يعني انا شايف مثلا مصطفى محمد لو هو شايفه مش بدني، واحمد ياسر رهيب ممتاز جدا، ما انا هقول بالظبط يعني يعني لو شايف لو انت شايف ان هو يعني ما هو الحته دي هو يحسها اكتر مننا، انت شايف ان هو ايه اجهاد شويه، ممكن ابقى اديله اخر نص ساعه، يبقى ممكن احط مثلا احمد ياسر رياه، اطلع صلاح محسن. رمضان دوره مهم برضو، من ضمن الحاجات اللي برضو اللي وقفت عندها، انت بتلعب 3 في الدفاع، حلو، 3 4 3، بتلعب 3 4 3، تمام، في الوقت اللي انت كل المنتخبات المصريه، ما دي برضو عشان تحس ان احنا بنلعب بطريقه ايه عشوائيه او بتلعب احنا لما تلعب وانت المنتخب الاول عندك بيلعب 4 4 2، لو رحت المنتخب الشباب ممكن تلاقيه بيلعب 4 4 2. ايه يعني المفروض يبقى في الكره المصريه بيبقى ليها سيستم
او في نلعب زي ايطاليا كده بتلعب على زون ديفنس بتقفل وتروح اسرع فرقه تعمل لك كونتر اتاك تختف لك جول. دي كان اسمها ميزه ايطاليا. على توحيد الطرق في المنتخبات يعني والفرق. ما دي المفروض احنا مش دي ليها مجال تاني بس لازم ناخدها كده على طول. يعني المفروض يكون في لجنه فنيه في الاتحاد، المدربين بتوع الاتحاد عارفين ان هم بيلعبوا ايه، المدير الفني ما يعني مش عايزين نخش في نفرع فيها في الحاجات دي. فاحنا هنخلينا صح خلينا ايه طيب. التشكيله الاساسيه يعني ممكن نريح مصطفى محمد، ممكن نريح، ممكن نريح رمضان صبحي محتاج ان هو يرتاح، محتاج ان هو يريح يرتاح، ما عنديش مشكله. بس لو هو مش يعني مش هتفرق معاه لا يبقى خليه في الملعب. بسم الله ما شاء الله رمضان بدنيا عالي جدا. لو في لا فلي عشان هيزيد. طيب سؤال بقى تاني ليه علاقه بالنادي الاهلي، رمضان صبحي هل فايلر عرف يغير من الكيمياء اللي موجوده فيه والشخصيه واختلف عن لاسارتي واختلف عن عهد فايلر دلوقتي؟ انا مش عايز اتكلم مع لاسارتي لان لاسارتي يمكن باين على حضرتك انا حضرتك جبت يعني السيره دلوقتي اسوء عصور او فترات النادي الاهلي كانت مع لاسارتي فنيا. فنيا طبعا. لا 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 يعني لا لا مدرب لا عارف يعني زي ما تقول كده لا انا حاسس من بره ان في انضباط مع اللعيبه، ما فيش سيطره عليهم، حتى مش عارف امكانياتهم الفنيه ده ينفع ايه ولا ما ينفعش ايه. لا فايلر فرق كتير يمكن مع شكل الفريق. انا مش عايز اتكلم على مدربين، انا بتكلم على شكل الفرقه. رمضان رمضان صبحي تحديدا اختلف تماما، اختلف مستوى تقد، بس برضه رمضان صبحي قد كده 10 مرات صح. يعني مش رمضان صبحي، لا رمضان صبحي كان لما طلع مع تريزيجيه كان حاجه يعني عاليه قوي صح، عاليه قوي. يعني كنا يعني انا كنت واحد من الناس كنت متوقع له ان هو يبقى في الدوري الانجليزي يحقق، مش عايز اقول لك يعني يبقى ورا صلاح على طول. لكن برضو هي دي مرحله لازم رمضان صبحي يفكر فيها ويشوف اخطائه ايه اللي كان فيها عشان اتمنى ان هو يكررها وينجح فيها في الفتره اللي جايه. طيب هل حضرتك شايف ان منتخب مصر افضل منتخب موجود حاليا في البطوله ولا ممكن منتخب تاني حضرتك شايف ان مستواه يعني يعادل يعني منتخب مش عايز اقول افضل، بس انا عايز اقول ان لحد دلوقتي يمكن في 6 أو 5 منتخبات في مستوى واحد. حتى الفرق اللي انت كسبت الكاميرون، في الكاميرون كويس، في نيجيريا كويسه، في كوت ديفوار كويسه، جنوب افريقيا رايح حضرتك فيها عندك غانا كويسه. انا كان عاجبني منتخب مالي قوي يعني، بس يعني ما يعني انا مش عايز اقول برضو عشان انا مش عايز ايه ننفخ في المنتخب قوي. لا انت ما كنتش افضل فنيا في المباريات اللي خدتها، بس انت نجحت او قدرت ان انت تكسب، وده الى حد ما نقطه ايجابيه في اداء المنتخب. ليه الناس مبسوطه بالروح القتاليه؟ الناس بتحب المكسب، يعني اي شيء بتحب المكسب وبتحب ترفع علم مصر كلنا ونبقى عندنا انتماء للبلد ديت. هل حضرتك شايف ان منتخب مصر لو ما كانش كسب امبارح بالروح دي كان الجمهور هيسقف للعيبه؟ اكيد صح؟ اكيد، لان هو حاسس بيهم. يعني الجمهور عندنا بيفهم كوره قوي، الكوره بالذات يعني ذواق قوي في الحته دي وبيفهم كويس قوي بغض النظر عن ثقافاته كلها. يعني ممكن تلاقي واحد مثقف ومش واحد، لكن ايه متحدين في الكوره بتجمعهم في الاسلوب على الكوره بالظبط كده. فالمنتخب انا شايفه ان الماتش دوت عمل ماتش كويس قوي، الروح اللي كانت عاليه قوي دي تخلي لك يعني ايه تسقف اللعيبه حتى لو ما كنتش حققوا الفوز. كون ان هم حققوا الفوز ده تخليهم تشيلهم على الاكتاف وتسقف لهم كويس قوي في الماتش الاول. طيب حضرتك قبل ما نروح للمنتخب الاول عايز افصل مع حضرتك لنقطه مهمه جدا وهي كيفيه البناء من اخر بطولتين امم افريقيا للكبار وامم افريقيا تحت 23 سنه لتطوير كره القدم المصريه ولمستقبل افضل. انا برضو مش عايز ايه اتطرق للموضوع، اقول لك نقطه البناء ومش البناء ليه. البناء معناها ان انت بتحط اساس من اول وجديد، بتحط الاساس كده كده احنا عندنا الاساس. يعني انت ممكن تقعد بقى ايه تحط الاساس ده، ممكن تقعد لسنه سنتين. في مدربين بيشتغلوا على الحته دي، يقول لك انا ببني فرقه. يعني انت ايه ما تكلمنيش بقى بعد سنه ولا كلمني بعد سنتين، كن بعد سنتين كنا قاعد فيها وكنا ماشي وتكل على الله. احنا عندنا البنيه التحتيه موجوده تمام، وعندنا اللعيبه اللي انت تقدر. احنا مش ناقصنا حاجه، حتى في البطوله اللي فاتت ما كناش ناقصنا حاجه. انت عندك واحد من احسن اللعيبه في العالم، ما تقدرش تبني عليه فرقه، ما تقدرش تبني عليه خطه. عندك لعيبه محترفين بسم الله ما شاء الله وبيلعبوا في انديتهم في اقوى الدوريات الاوروبيه، ما تقدرش. عندك لعيبه هنا في مصر ظهروا مستوى عالي قوي، ما تقدرش تعمل توليفه.
في الحته دي، الحته دي احنا مش ناقصنا حاجه، احنا ناقصنا فكر. فكر وتطبيق، لان احنا لسه بنمشي على اسلوب الفهلوه، والفهلوه دي بتسيب مره وتخيب 10. صح، واخد بالك؟ صح. لكن انت لو حطيت اسلوب علمي ومشيت عليه، وده لازم يكون فيه اتحاد قوي عارف هو عايز يعمل ايه، في لجنه فنيه بتقدر تشوف الدوري العام دوت ايه اللعيبه اللي فيه وتحلل اداء الفرق وانت جايب ايه، في مدير فني للاتحاد يقدر يقول لك احنا عايزين المسابقات بتاعتنا كذا عشان السن دوت محتاجينه في كذا، عايزين نعمل دوري قطاعات في السن دوت، يعني يبقى في مناقشه او حوار على المستوى الفني عشان نرفع بالكره المصريه، ده اللي يرفع الكره المصريه. وكون بعد كده حسن الاختيار لمدير فني طبقا لمعايير معينه، اختياراته ايه بعيد برضو عن المحسوبيات والمجاملات اللي موجوده في الكره المصريه، اعتقد ان لو في لو انت عملت طبقت دوت كويس قوي هيبقى عندك مسابقات قويه جدا، هيبقى عندك مدربين على اعلى مستوى، مش هتبقى محتار تختار دوت ولا تختار دوت ولا تجيب دوت عشان ده بيأيده فلان او بيسنده علان، لا هيبقى عندك مدربين كويسين تقدر لو خدت اي استعنت باي حد منهم هيطبق لك الاسلوب العلمي اللي انت في اتحاد الكوره محدده وعامله. لكن للاسف احنا لحد دلوقتي ماشيين بنظام الفهلوه. طيب حابب تقول حضرتك كلمه للمنتخب الاولمبي قبل ما نروح للمنتخب الاول وكابتن شوقي غريب ولجمهور الكره المصريه في مباراه الكاميرون اللي جايه؟ لا انا طبعا يمكن كلام اللعيبه ان هم اللعيبه دولت منتخب في فريق راس حربه زي مصطفى محمد افضل راس حربه في مصر دلوقتي، في لعيب زي صلاح محسن كان اغلى لعيب في الدوري في الدوري المصري، اعتقد ان هو الاغلى يعني ما حدش عندها لسه، في رمضان صبحي لعيب على مستوى عالي الانجليزي بالظبط كده اهوت. اعتقد ان الثلاثه دول بس مش هتكلم على الباقي، ان دولت لو ما كسبوش البطوله دي اعتقد ان هم يراجعوا نفسهم كويس قوي، لان هم يعتبروا كبار الفرقه دي. طيب ودي مسؤوليه طبعا زي ما حضراتكم سمعتم، يعني ان شاء الله ربنا يكون في عون الكابتن شوقي غريب والجهاز الفني واللعيبه، عندهم مباراه مهمه جدا جدا امام منتخب الكاميرون، اكيد هتحدد مين هو بطل المجموعه. الطموح عند الجمهور المصري بيعلى من مباراه لمباراه، وده شيء جيد جدا ان الجمهور المصري صابر على الولاد وصابر على المنتخب، والروح اللي موجوده والاداء هو ده اللي راضي كل الجمهور الكره المصريه. اكيد طبعا مباراه الكاميرون هتحدد مين اول المجموعه، عندنا يعني امل في ربنا سبحانه وتعالى واللعيبه والجهاز الفني ان المنتخب ان شاء الله يحقق البطوله الافريقيه، علشان مش بس يعوضنا عن المنتخب الاول واخفاق المنتخب الاول، بل يعني بالعكس ان هو بيكون سبب في الجهد والكفاح اللي مبذول من الدوله المصريه تجاه البطوله الافريقيه وتنظيم بطولتين، فعلى الاقل بطوله او كاس البطوله يكون هديه للدوله المصريه من المنتخب الاولمبي. نروح حضرتك بقى للمنتخب الاول، كلنا اتفاجئنا النهارده بوجود محمد صلاح على مقعد البدلاء بعد وصوله من ليفربول ورجليه محطوطه في كبيره، وبعد الفحوصات الطبيه اكدت ان محمد صلاح هيغيب عن لقائي كينيا وجزر القمر. هل غياب محمد صلاح في البدايه هيؤثر؟ وهل وجود محمد صلاح بيدي رساله قويه ورساله محترمه على انه كان ممكن ما يجيش اصلا؟ هو مصاب و موجود مع زمايله علشان ده نداء وواجب وطني، هيغيب 10 ايام لكن هو حب ان هو يكون موجود. الله عليك، انت لعبتها بقى ابتديت لعيب كبير. إيه رأي ابن لعيب كبير، ايه راي حضرتك؟ انا اقول لك يعني يمكن كان باين قوي في ماتش ليفربول مع المان سيتي ان محمد صلاح الخبطه اللي اتعرض ليها في نهايه الشوط الاولاني مؤثره على اداؤه في الشوط الثاني تماما، فيمكن دي كانت باينه ان هو مش سليم مش واضح يعني. كون ان هو يجي دي طبعا حاجه، مش عايز اقول حاجه كبيره، لا ده هو المفروض يجي لان دي بلده مصر ولازم يجي ويقعد مع لعيبته، لان هو اللعيب هو القيمه الكبيره عند في المنتخب وعند الشعب المصري كله. محمد صلاح اسم كبير دلوقتي لا يقل عن ميسي او رونالدو، وبالعكس ان هو بيخش في منافسات معاهم، فوجوده طبعا مهم، ويمكن هو حاسس النقطه دي، فوجوده معاهم بيديهم دفعه معنويه للعيبه. كون ان هو هيأثر اعتقد ان المباراتين اللي جايين مش يعني، انا كنت اتمنى حتى لو صلاح سليم ما كنتش اتمنى ان هو يلعب المباراتين دول. استاذ عادل، بتسوانا ولا ليبيريا؟
المستوى، كان مع فرق ضعيفه، محمد صلاح ما كانش موجود والاداء ما كانش قد كده. ما قد كده لان برضو الفكر مش قد كده. فكر مين؟ فكر اي فكر يعني ماشي. فكر بره جوه يعني فكر مش قد ليه؟ لان انت عندك لعيبه تمام انت مش معرض محمد صلاح ما يلعبش معاك طبعا. طيب يعني انت عندك لعيبه ثانيه وهو فعلا مش هيلعب معاك. انت هتقابل كينيا وجزر القمر، مش هتقابل زي ما قال الكابتن حسام، مش هتقابل البرازيل او الارجنتين. حلو. يعني المستويات متواضعه للغايه. انت بتلاعب فرق في التصنيف من على مستوى التصنيف الافريقي حتى في الاخر، مش مستوى تصنيف الفيفا. ف ايه ابني، مش انت عايز تبني؟ صح. ابني على الموجود. ايه المشكله موجود؟ انت عندك بدل صلاح في خمسه سته محمد صلاح برضو ممكن تدفع بيهم وتلعب وتشوف انت رؤيتك في الماتش ايه والفرقه اللي قدامك بتلعب ازاي والعب عليه. يعني هو محتاج فكر وتخطيط بعيد عن الفهلوه. والله يعني حضرتك بتقول كلمه الفهلوه دي كتير. ما الفهلوه دي احنا ماشيين بقى عليها من زمان. يعني العب وحط وحماس واجري ومش عارف واصرار، لكن لا كل ده كويس لما يكون في عندك اللعيب الحماسي وعنده روح، ده حاجه كويس، بس ما توظفوا الحاجات دي بالطريقه اللي تخدم وتاخد منه كل حاجه، ما تاخدش منه جزء من طاقته. من كلام حضرتك على لقائي كينيا وجزر القمر، حضرتك يعني باين ان المشوار منتخب مصر باي تشكيل من يلعب بيه محمد صلاح لازم حسام البدر لازم يكسب. يعني حضرتك شايف ان مشوار منتخب مصر سهل الصعود لافريقيا؟ ده اكيد. يعني مش شايف حضرتك ان احنا ممكن نكون عندنا عقبه ولا حاجه؟ ده يبقى العيب فيك انت، مش عيب في لا يبقى عندك عيب، عندك مشكله. ما انت قال لك ان انت مش عايز انت طب انت في السنين اللي انت ما وصلتش فيها كان عندنا ظروف على مستوى البلد، كنت خارج من ثورتين ورا بعض والدوري متوقف وفي عندك مشكله كانت بين الانديه ومشكله حصلت في ماتش الاهلي والمصري، يعني عندك مشاكل كتير قوي. فكان في ظروف تمنعك ان انت توصل لنهايات، مش عشان انت، لكن مصر لا، مصر اسم كبير وقوه كبيره من القوى الافريقيه، وكل المنتخبات الافريقيه حتى في المنتخب المصري مثلا ما يكون حتى مش على مستوى قوه معينه، لكن كله بيخشاه. الاسم بتاع مصر كبير في كل عند الدول الافريقيه كتير، لما تلعب مع مصر بيبقى الوضع مختلف تماما. تقييم حضرتك لمستوى محمود حسن تريزيجيه بعد انتقاله الى استون فيلا، وهل يعني هنشوف من تريزيجيه تطور لمستواه في حته اللمسه الاخيره وان هو يفيد المنتخب الوطني في حاله ان خلاص تاكد غياب محمد صلاح؟ تريزيجيه وراي حضرتك في مستواه في استون فيلا لحد دلوقتي، وايضا مدى يعني استفاده منتخب مصر من تريزيجيه خلال الفتره اللي جايه. انت لازم تستفاد منه، يمكن في الفتره الاخيره حسينا ان في طفره في المستوى. يعني جاب جولين اهم في اخر مباراتين في الدوري الانجليزي. لكن تريزيجيه برضو عنده حته رعونه شويه في جوه منطقه الجزاء، يعني يمكن دي مأثره فيه. يعني هو لو ركز في الحته شويه دي وركز فيها دور مين يا فندم؟ برضه دوره مع ناحيه حته توجيه من المدرب، يعني برضو المدرب لما يواجهه يشوف هو ايه غلطته فين، برضه حتى عايز كوتشي فني بقى حتى فنية. بس في النادي ولا المنتخب يا فندم؟ في النادي وفي المنتخب. هاي المنتخب يعني المدرب يقول لك ما عنديش وقت ان انا اشتغل على قصور اللعيبه اللي موجوده. انت مش عندك قصور، انت عندك مع لعيب مهم. لعيب مهم تشتغل عليها. لازم تشتغل عليه. ده هو ده اللي هيكسبك. المدرب يقول لك انا اللعيب اللي عندي بيقعد عندي 10 ايام اسبوع ما بلحقش اشتغل معاه. تشتغل معاه في ايه؟ اصل في حاجات ما انا عايز اقول لك برضه، لما يكون لعيب بيوصل بيلعب في الدوري الانجليزي عن اقوى دوري في العالم بيبقى وصل لمستوى ذهني معين. مش يعني مستوى ذهني يفهمك، لو بصيت له في عينيه هيفهمك هو عايز ايه. صح. لان هو وصل لمستويات عاليه قوي بغض النظر عن لاعب تاني بيلعب في دوريات قليله. لكن تريزيجيه لو في حد، لو هو شايف كابتن حسام البدري يقدر يواجهه في حاجات، واعتقد ان هو دي اللي تنقصه. والنقطه الثانيه يمكن شفتها في اخر ماتش ليه، حته اللياقه البدنيه بتاعته قليله قوي، بيقع وبعدين لما بيقع
بيعمل بقى حركات اللعيبه المصريين في الدوري المصري، انه يقعد يحط ايده في وسطه ويعمل كده يعدل الشراب وهو مش قادر يقف. طب هل حضرتك ان هو حصل له يعني زي ما بنقول صدمه في اللياقه البدنيه في ان هو كان بيلعب في الدوري التركي؟ عارف الدوري التركي لا يمكن ابدا نقارنه باللياقه البدنيه والقوه أكيد اللي موجوده في الدوري الانجليزي. هل ده هيجي بالماتشات وهيجي ان رجليه يكون موجوده في الملعب؟ اتمنى لو انا 12 ماتش بس لعبهم تريزيجيه مع استون فيلا، اعتقد ان ما لعبش منهم واحد، كان مطرود فيهم واحد، والاول كان حتى ما بينزلش في الاول، دلوقتي بيعتمد عليه في التشكيله الاساسيه. لكن انا دي انا متفق معاك فيها تماما ان هي مع المباريات هيزيد لياقته، بس اللعيب الذكي اللي هو عايز يستمر في الدوري الانجليزي دوت لازم يفكر في الحاجات دي، يعني شوف هو ايه اللي ناقصه. يعني لا لو انا قدامي اسبوعين ثلاثه، لا ده انا ممكن اخليها في اسبوع، ازود انا جرعات التدريب حتى لوحدي على انفراد كده، انمي من مهارات اللي هي ناقصاني شويه. اعتقد ان تريزيجيه اتمنى وهو عنده الامكانيات اللي اشوفه بتهتف باسمه الجماهير زي محمد صلاح في الدوري الانجليزي. طيب الماتش اللي جاي ماتش مهم جدا، لكن الاختيارات للمنتخب الوطني، هل حضرتك شايف ان الكابتن حسام نجح في ضم افضل العناصر اللي موجوده سواء محترفين او محليين، ولا حضرتك شايف ان كان ممكن يدخل اسم او اسمين او يطلع اسم او اسمين وضم مكانهم حد؟ لا يمكن من الاختيارات في من الفتره الاولانيه شايف ان برضو في ايه تكرار للاخطاء، بمعنى يعني انت برضو عشان مدرب منتخب مصر اكيد الكابتن حسام كان شاف المنتخب موجود مع في عهد اجيري كان شكله ايه، في عهد الكوبر كان شكله ايه، اللعيبه اللي ممكن يستفاد منهم وما حققوش حاجه، اللعيبه اللي خد اكتر من فرصه ويبقى من الصعب حتى ما بقاش مقبول عند الجماهير اللي هي تشوفه، لان هو ما قدمش، خد فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وما قدمش حد. انا شايف برضو ان في لعيبه بس مش هنخش في اسماء، مش ممكن واحد، لا يمكن اقول لك مثلا احمد كوك، تمام، على مستوى المحترفين يعني برضو احمد كوك ما قدمش قوي او ما قدمش حاجه رغم ان هو خد فترات كتيره جدا مع المنتخب، مع يمكن اجيره كوبر كمان ما قدمش. يعني حضرتك بتطالب بسبب مثلا ان مصطفى محمد مش متاح وبالتالي ان الكابتن حسام بدل ما كان يعتمد على احمد كان ممكن يعطي فرصه للاعب اخر في الدوري المصري بيلعب في نفس المركز مثلا؟ ده هو ما دي بقى مهمه المنتخب الوقت، ولا احمد احسن من الناس البديله اللي كابتن حسام ممكن يختارها؟ انا مش يعني برضه انا مش عايز يعني ماشي. اكون قاسي في الحكم على خالص، بالعكس احنا بنتكلم يعني في نقد بناء، ان هو خد فرص كتيره ممكن يكونش موفق يعني، تمام، بس هو توفيقه بعد كده هيجي على مصلحه ضد مصلحه الفريق، فالافضل ان اشوف واحد واثنين. ما الجهاز الفني بالمنتخب بيعمل ايه؟ ما عشان يشوف مين بديل مين ينفع. النهارده شفنا مصطفى محمد وكسبناه كراس حربه، عايزين نشوف احنا من بعد عماد متعب ما طلعش المنتخب مصر راس حربه، تقدر تقول ان هو راس حربه قوي. مصطفى محمد ممكن يكون هو خليفه عمرو زكي؟ يعني لا هو افضل من عمرو زكي، يعني فنيا اعلى من عمرو زكي. بس نتمنى بقى ان المشكله حضرتك اللي يكمل. مش بالظبط حضرتك، انا شايف ان المشكله دايما في معظم لعيبتنا لان برضه مش مشكله فنيه، يعني مشكله ذهنيه يعني اكيد. بس انا هقول لحضرتك حاجه يمكن لاحظتها في يمكن في اثنين من اللعيبه، مصطفى محمد ده يمكن برضه ما فيش عندنا العين اللي هي تقدر تشوفه او تقدر تعين الولد ده. مصطفى محمد ده اما راح اعاره مع طنطا تفتكر في الموسم طبعا انا فاكر راح بعدها الجيش اعتقد، كان ايه تحس ان الولد ده كويس قوي رغم ان هو كان في فرقه وصغير تعبانه وصغير جدا، واخد بالك لما راح مع الجيش يعني لما سالته تحس ان تخيل السنتين دولت اللي هو طلع فيهم بره، لو كان رغم ان هو اللي كانوا في الزمالك ساعتها ما كانش اعلى منه، لو كانوا موجودين في الزمالك لحد دلوقتي. طب ما ينفع حضرتك ان هو في الزمالك وما لعبش؟ ما هو مع حضرتك بتفكر فيها برضه العكس، ان اللاعب اتنفس واخد فرصه في انديه بره فلعبوه. مين افضل منه؟ طب مين افضل؟ ما تشوف اللي افضل منه. طب انا اقول لك على حاجه برضه، انا لازم مش عايزين نخش عن الزمالك، لا لا بالعكس انا بنتكلم في منتخب مصر. اوتاكا اوباما اوتاكا ده اللي اسمه واخد بالك، اوباما دوت اهو لعيب لعيب كوره طبعا، طلع بره برضه سنتين رغم السنتين دول تعلق فيه ورجع تاني. يعني انت عشان خاطر انت ممكن تطلع لعيب ما يكونش متوسم فيه ان هو هيضرب معاك اهو، بس نطلعه لعل وعسى، لكن اللعيب اللي هو ظاهر عندك عالي لو انت قعدته وحطيته في البيئه بتاعتك وظفته هيعلى معاك اكتر من كده كتير قوي.
طيب موضوع اللي دايما بسأل فيه ضيوفي الأعزاء وهو موضوع الشعر. الشعر هل هيعمل حساسية ما بين محمد صلاح وبين أحمد فتحي؟ هو اللي انت دي تعمل من الأساس يعني ما ده موضوع أصلي اللي اتكلم فيه من الأساس غلطان. يعني كون ان واحد يعني لو كابتن حسام البدر عمل فيه كده فهو بيخلق لنفسه مشاكل او مشاكل او حتى على المستوى اللعيبه بيعمل له بينهم حزيات. انا ممكن يعني ما اتكلمش يعني الافضل كمدير فني ان انت شوف القوام الاساسي بتاع ما تتكلمش خالص في الموضوع ده. انت مش محتاجه نهائي في الموضوع ده. انت تشوف الاول القوام بتاعك في ايه. ما عندك لعيب زي احمد فتحي. احمد فتحي فيه كل مقومات كابتن الفريق اللي قاد الفرقه جوه الملعب، وهو شخصيه جميله ومحبوب. جميله محمد احمد فتحي. احمد فتحي معروف كل حتى انت لو كلمت محمد صلاح دلوقتي هيقول لك لا. وبعدين مش بتكلم على احمد فتحي لان احمد فتحي كمان لعيب وعنصر مؤثر في الفريق وروح عاليه ومحبوب وسط زملائه وكبير يعني صاحب خبره كبيره. يعني مش هتحط واحد بقى حتى مهما كان هو مين واحد تجيبه وتحطه عشان خاطر مجرد ان هو محمد صلاح نجم عالمي. لا، المفروض يكون في شيء من الحنكه والذكاء في الحاجات ديت. انت في حاجات شائقه يمكن كانت حصلت مره في النادي الاهلي ايام كولتشاي كده وفي السبعينات، وكان الكابتن مصطفى يوسف وجي كان كولتشاي اعتقد او هيدوكوتي قال لك لا كابتن محمود الخطيب هو كابتن فريق. في سبعه كانوا كبار اجتمعوا وبتاع في وافقوا وفي مصطفى يونس ما وافقش وحقه. يعني برضه مصطفى يونس نجم كبير وفي الاخر حتى رغم ان كابتن محمود الخطيب ما كانش طلب دي. فانت اللي اقصد ان انت ما تعملش مشكله من لا مشكله. لا صلاح طلب ان هو يبقى كابتن ولا احمد فتحي اتكلم في الموضوع ده. انت ليه بتتكلم؟ انت كده انت بتدور على مشاكل في بدايه فتره وجودك. فالافضل ايه؟ اللي انت تستنى شويه شوف قوام المجموعه. عندك لعيب واحد او انت يبقى في ذهنك واحد ده كابتن، اثنين ثلاثه اربعه خمسه، واحد واثنين وثلاثه مش موجودين في اربعه يبقى اربعه كابتن. خلصت. مش لو الكابتن ده حتى مش من الادميه تقول لا خلاص ده الكابتن ده موجود، هيبقى في حتى قبول عند الجماهير. يعني لكن نقطه اللي انت تخلق مشكله يبقى انت عايز تخلق مشاكل، تبقى انت عايز تعمل مشاكل في فتره اعداد او انت مطلوب منك ان انت تكون فيها الجو هادي عشان خاطر تقدر تفرض اسلوبك او طريقتك مع اللعيبه. طبعا حمدي فتحي كلنا اكيد يعني تابعنا الاخبار الحزينه اللي حصلت بعد التمرين امبارح في المنتخب الوطني باصابه حمدي فتحي وغيابه لمده اعتقد انها توصل لشهرين. لكن حمدي فتحي واحد من اللعيبه اللي انا بعتز بصداقتها جدا، واحد من اللعيبه المميزه خلقيا وفنيا. طبعا اكيد طبعا زي ما قدر ان هو يفرض نفسه على النادي الاهلي في حته ان هو يكون موجود اساسي، وزي ما قدر يفرض نفسه في منتخب مصر انه يكون واحد من اللعيبه المهمه جدا خلال الفتره الاخيره، قادر انه ان شاء الله يعود من الاصابه اللي اتعرض ليها، وده قضاء وقدر. وهو اكيد حمدي عارف الكلام ده كويس جدا، واحنا بندعمك ودايما واقفين في ظهرك ودايما بنتكلم عليك بكل شيء ايجابي عشان انت تستاهل كل خير. اكيد غيابك مع منتخب مصر هيأثر، لكن ان شاء الله زمايلك قادرين على يعني سد الفجوه اللي انت هتحدثها في منطقه نص الملعب سواء مع المنتخب الوطني وسواء مع منتخب مصر. كابتن سيد طلع وقال ان حمدي فتحي ان شاء الله هيسافر الى المانيا علشان يتعالج بصوره مباشره من خلال الطبيب الالماني اللي هيتولى كل شيء من اول الجراحه اللي هيعملها ان شاء الله، اللي هي طبعا قطع في غضروف اوروبا، الى فتره الاعداد وانه يرجع تاني بالسلامه ان شاء الله الى ارض الملعب. حمدي طبعا مش محتاجين احنا نتكلم عليه، اكيد استاذ عادل طبعا هيتكلم على حمدي وعلى مدى اهميته في نص الملعب ومع النادي الاهلي الفتره الاخيره، واكيد هيؤثر مع منتخب مصر، لكن كل شيء قضاء وقدر. هو طبعا الحمد لله اولا واخيرا على موضوع الاصابه ان شاء الله يرجع افضل من الاول بكتير. لكن حمدي انا عايز اتكلم معاه يمكن من ايام ما هو كان قبل ما يجي الاهلي حتى في انبي كان لعيب مميز جدا. انبي وده منهور قبليها طبعا. فيمكن قدر في الفتره الاخيره ان هو يثبت نفسه كاحد الركائز في خط وسط النادي الاهلي. ويمكن الحاجه اللي ميزت حمدي ان هو ديفندر، بيلعب ديفندر لكن هداف، وحتى اهداف مؤثره جدا في الفتره الاخيره. ودي نقطه كانت ناقصانا، ان انت عايز لعيب
ديفندر في وسط الملعب هداف يقدر يكمل، بتديك باور اكتر وبتديك يعني بتخلي الفرق اللي قدامك محتاره. فان شاء الله حمدي يرجع افضل من الاول، وانا متوقع منه ان هو يعني هيكون اسم كبير وبارز في سماء الكره المصريه. عايز احكي لحضرتك موقف على حمدي. حمدي كان موجود معانا هنا في قناه الاهلي، يعني اتشرفت ان انا عملت معاه لقاء. عرفت يعني قبل ما يكون معايا، عايز اعرف هو ازاي بيطور من ادائه، ازاي بيذاكر، ازاي بيتابع. دايما كان بيطلب من محللين الاداء اللي بيكونوا موجودين معاه في الفرقه قبل كده، سواء ان هو بعد كل مباراه ياخد التحليل الخاص بيه ويشوف جري قد ايه، عمل باصه كام باصه في الماتش، عمل كام واحده منهم صح، عمل كام واحده منهم غلط، صوب كام تصويبه، قطع كام كوره، كل الكلام ده كله كان بيقعد يذاكره ويراجع عليه علشان يطور من ادائه. وهل ده فعلا محتاجين اللعيبه كلها تكون بعقليه حمدي فتحي علشان يطوروا من نفسهم ويكملوا النواقص اللي موجوده؟ انت جبت لب الموضوع خلاص انتهت. لو كان في كل اللعيبه بالفكر بتاع حمدي، ما ده فكر. انا فوجئت باللي انت بتقول لي كده. لا ده حقيقه، واتكلمت معاه فيها. ده فكر عالي، ده فكر يا بقى بروفيشنال قوي، يعني واحد محترف عالي قوي، مش في مصر، في اوروبا بقى على اعلى مستويات عشان خاطر عايز يطور نفسه. فاعتقد ده يعني او ده اللي احنا عايزينه، لو كل لعيبه مصر بالطريقه دي. بس برضه لازم يكون متوفر، يمكن برضه حمدي ان حسن حظ عنده محلل اداء تمام في ام بي بيقدر يديله. طب هل ممكن لعيب يتفرج على نفسه في الفيديو او يتفرج على نفسه من خلال التسجيلات اللي ممكن يعملها نفسه، عشان لو ما عندوش الامكانيه اللي حضرتك بتقول عليها؟ هو ممكن، بس برضه مش بتبقى بالسهوله دي. يعني انت بيجي لك الماده جاهزه قدامك، انت ايه الحته دي بتعملها عايزه فيها ظبط شويه، فبتحاول تعملها كده، غير لما تقعد اما برضه تبص على نفسك كده، مش هتبص تشوف ال عايزه واحد بقى عالي قوي او بيحاسب نفسه كويس قوي عشان خاطر يقدر يشوف ايه الاخطاء اللي بيمر بيها وايه الحاجات اللي هو ناقصاه عشان يعملها في التمرين. طيب يعني توقع حضرتك لمباراه كينيا وجزر القمر خلاص قولا واحدا ان منتخب مصر، ان طبيعي ان منتخب مصر يفوز. لا وبعدين ويمكن الجماهير المصريه كلها ما بتقبلش حاجه اقل من كده يعني. فلازم يكون ده في حسبان الجهاز الفني. طيب بالنسبه للمنتخب الاولمبي ان شاء الله في لقاءين يوم الخميس، لقاء منتخب الاولمبي ان شاء الله امام الكاميرون، وايضا منتخب مصر امام كينيا. هل حضرتك بتتوقع فوز منتخب مصر قدام الكاميرون ولا مباراه خارج التوقعات بسبب ان منتخب الكاميرون عنده طموح ومنتخب الى حد ما منتخب قوي؟ لا وبرضه احنا شايفين المباراه، انا شايف الايكوال جيم يعني. لازم تكسب بقى 50% 50%. المنتخب برضه الكاميرون منتخب عنيد، بيلعب عايز يكسب عشان يطلع ياخد اول. بس الحاجه اللي تفرحك يعني أيوة، ان المدير الفني بتاعهم سونجو ده بيحب الكره المصريه كتير قوي، هدايا كتير يعني، هدايا كتير جدا جدا. طبعا يعني الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عادل امين، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني يا فندم. انا سعيد جدا بوجودي معاك كابتن عمر، وان شاء الله بالتوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه في الاهلي ليله. نشوفكم دايما على خير، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.